أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من بيروت اليوم. اليوم ضيوفي الصحافي جورج شاهين، أهلا وسهلا فيك أستاذ جورج. أهلا فيك. والصحافي عبد الله أمح، أهلا وسهلا فيك. شكرا أستاذ عبد الله. لو سمحت خليني بلش من عندك الزميل عبد الله، انطلاقا من الحكي اللي عم يحكي حزب الله، وبالتالي السيد حسن نصر الله كان دائما يرفض الكلام بالسياسة قبل انتهاء غزة، بارح عم بيقول مين يلي بيمنع انتخاب رئيس بغض النظر إذا كان في غزة أو في جنوب؟ هل هذا تغيير بالتكتيك أو بشو؟ لا، ما في تغيير بالتكتيك. هو في الأساس وجهة نظر حزب الله لم تكن محاولة ربط كل لبنان بما يحصل في غزة، كان مسألة إلى علاقة بربط جبهة الجنوب تحديدا في مسألة غزة، إلى علاقة بطبيعة الحال بالإسناد. بينما حزب الله لم يكن في مرحلة من المراحل ضد أنه يكون فيه هناك انتخاب لرئيس الجمهورية في لبنان، بدليل أنه شارك بمشاورات إلى علاقة بهذا الموضوع، وهو دعم مرشح وهذا المرشح معلن، وبالتالي كان على الفريق الآخر أنه هو يبادر باتجاه ما. هلا كان الخلاف وقت نقطة الخلاف الموجودة في الداخل اللبناني إلى علاقة بالشخصية، يعني كان في فريق من لبنان يرفض مثلا ترشيح سليمان الفرنجية على اعتبار أنه هو امتداد لفريق ما اللي هو محور المقاومة، وبالتالي يعتبر أنه هذا المحور هو المسؤول عن كل ما جرى في لبنان، ومرفوض أنه يكون هناك له مرشح في رئاسة الجمهورية. فإذا المشكلة كانت عند هذا الفريق، ما كانت عند فريق حزب الله، بدليل أنه هو قدم مرشح وكان برجع بقول لك من الفريق الآخر أن يأتي إلى منتصف الطريق. بالقراءة بذات السؤال، هل هناك تغيير بالتكتيك لدى حزب الله؟ ما حدا يحكيني بالسياسة إن كان من نجد الخماسية أو من هوكسين أو على الحدود قبل الانتهاء من المعارك. بارح كان لك الحقيقة أنا بدي أعتبره تطور. أها. ولو جاء متأخرا. أنا ما سمعت ولا مسؤول من حزب الله قال إلا ما كان رابط كل شيء بوقف إطلاق النار، وحتى بعض الأصدقاء والمحللين اللي بيدوروا بفلك الحزب كانوا بعد شوي يعني إنه ما بعرف إذا بدنا نتغدى اليوم قبل غزة كمان. لا، كان في رجع لتصريحات الأمين العام، تصريحات نواب الحزب، لا ليس هناك بحث لا بجنوب ولا بالموضع السياسي. خلينا نتذكر الحوار مع بعض المفادين الدوليين وقت يتسرب محضر جلسة بانتظار غزة جنوب والاستحاء الرئاسي. أنا بدي أقول أكثر من هيك، أنا من حوالي شهر تقريبا أو شهر وشوي المعاون السياسي للرئيس نبيه بري عمل جريمة النائب علي حسن خليل وقت قال نسعى إلى الفصل بين الوضع في غزة والاستحقاق الرئاسي. أنا بعرف جريمة من بالنسبة لنا ردات الفعل على موقفه أنه لا، شو هالحكي هذا؟ إذا نتابع مواقف الشباب يلي بنعرفهم بمراكز دراسات الحزب يلي اليوم بيتسابقوا على الشاشات من شاشة لشاشة، كل شيء مربوط بغزة. والأخطر من هيك أنه مش مربوط بوقف إطلاق النار فقط، في البعض عم يربطوا كان بحل القضية، بحل يعني بأبعد من وقف إطلاق النار، بأبعد من وقف إطلاق النار يعني بانتظار قرار سياسي. ليك فادي، أنا مني مستغرب هذا الموقف، أنا هذا العقل أفهمه جيدا. أنا من 2000 من أقرب من يتابع العقلين الفلسطيني وعقل حزب الله والعقل الإسرائيلي، أنا ممن يتابعون، أنا بقرأ 7-8 جرائد إسرائيلية قبل الضوء. أوكي. لذلك بفهم الخلاصة قوة الطرفين بأن يبقى هناك مسمار جحا بينهما، بين الأطراف. والدليل هلأ رح نوصله بالحلقة، إذا حكينا عن المشروع الأمريكي رح نوصله بالحلقة، أو إذا حكينا عن موضوع يعني موضوع الاستحقاق الرئاسي. الأطراف الثلاثة لا يريدون إنهاء الأزمة بشكل جذري نهائي، لأنهم يريدون دائما وجود مسمار جحا. صحيح. مثل من تركت مزارع شبعة بال2000 زيت استاتيكو بعده، مسمار جحا بين فلسطيني حزب الله وإسرائيل. خي ما له علاقة الموضوع بمسمار جحا وغير مسمار جحا. المسألة إلى علاقة بالتورية. لا، المسألة إلى علاقة إنه دائما يجب أن يبقى هناك حجة ما لافتعال أو لإبقاء المعركة حامية. لك بين لو الأطراف. كان في عند حزب الله حجة، بدي رجعك أنا لقبل 27 كان في مفاوضات، كان وقتها العميد منير شحادة
هو كممثل الجيش اللبناني كمنسق عام أو منسق الحكومة لدى اليونيفيل، وكانوا عم يشتغلوا على موضوع حل له علاقة بجبهة جنوب لبنان بمعنى مزارع شبعة وغيره. لو أنه حزب الله كان رايد أنه يكون في مسمار جحا ما كان مشي بهذا الموضوع لفترة من الفترات. ولكن شو اللي غير المعادلات؟ اللي غير المعادلات هو 27. حتى اليوم حزب الله بهذا الاتفاق يلي عم ينحكى عنه، هو قال وأنا بضمن هذا الكلام أنه حزب الله سيذهب باتجاه حل أو إعادة، خليني أقول، تثبيت الحدود اللبنانية مثل ما هو عم بيقول، انطلاقا من كافة النقاط المختلف عليها، والله النقاط البحرية والله غير. هيك حزب الله عم بيفكر اليوم. فأنا إذا بدك وجهة نظري بهذا الموضوع، هذه المعركة بالجنوب لبنان اليوم صح هي معركة لها علاقة بإسناد غزة، ولكن فيها شق لبناني أساسي له علاقة بحقوق لبنانية مسلوبة من قبل الإسرائيلي. هذه اليوم أفضل فرصة للمقاومة في لبنان ولحزب الله أنه يحقق هذه الأهداف اللي لها علاقة. عن شو عم نحكي؟ أنا عم بحكي عن مزارع شبعة، أنا عم بحكي عن النقاط وتلال كفرشوبة، أنا عم بحكي عن الجزء الشمالي من بلدة الغجر. هذه النقاط اللي هي عالقة اليوم، لا اليوم من مصلحة حزب الله أن يستردها. واليوم حزب الله بيعمل إنجاز مثل ما عمل إنجاز، هو وفق نظرته مثل ما عمل إنجاز بالحدود البحرية، وهو يقول أنه حررت 160 كيلومتر من الحدود البحرية، مش هيك؟ هو له كمان مصلحة بموضوع مزارع الشبعة. البحرية هي إنجاز، أنا عم أقول بالنسبة لحزب الله. لا لا لا، يعني هو يقول هذا إنجاز لنا. طيب المعركة هو عبر اليوم هي لاستعادة الحقوق اللبنانية؟ لم يعلن هذا الشعار، هي النتيجة الحتمية. خلينا نكون أوضح، عندما أعلن بـ 28 أعلنت حرب الإسناد والإلهاء، ما حدا يخبرني انه الاسرائيلي بلش. انا حزب الله قال انه نحن بلشنا فجر 28، اعلن حزب الله عن استهداف، وعندنا نحن منطقه نموذجيه. كان في كنت عم بحكي انا وعبد الله شوي قبل ما فوت على الاستوديو، في كلام عن قواعد اشتباك، بدك تتحذر كثير تفهم قواعد الاشتباك، بس انا باعتقادي في اثنين بيفهموها بس، العقل الاسرائيلي وحزب الله فقط. هذه مثل بسميها مثل ما بدي أقول موكلي يعني، بس في كلمة سر عظيم. الخبراء العسكريون بيقولوا ما في شيء اسمه قواعد اشتباك إلا بين الحلفاء. أنت عم تروح أخطر من هيك، أخطر من يعني عم تقول إنه ما حدا عم يفهمها إلا حزب الله وإسرائيل، فهمنين على بعضهم؟ لا، فسر لي، فسر لي. بدنا نرجع لبعض المحطات. أنا بذكر مزبوط، كنت بأحد أكبر المراجع السياسية وقت اللي اتصل وزير خارجية الأمريكية وعم ببلغ إنه يوم 14 تشرين الأول جنبنا الرئيس بايدن أكبر غارة على بيروت، والضاحية الجنوبية كانت الطائرات الإسرائيلية في سماء لبنان. فرقت 10-20 دقيقة بين معرفة الاستخبارات بالقرار الإسرائيلي وتدخل الرئيس بايدن مع بنيامين نتنياهو. ورجعت إجت السفيرة شيا بعد كم يوم شرحت ما جرى 14 تشرين. كانت أول قرار إسرائيلي، بس ما كان مش يعني كان اخذت مداها بين 8 و14، 5 ايام حزب الله فتح المعركه وسميناها معركه الاسناد. ما نقل على طريق القدس. لما جينا عم نحكي بوقف اطلاق نار وتثبيت الهدوء، صرت تفتش على عنوان فادي تتلاقيه، لقينا المخرج الحديث عن 1701. ليس هناك من مخرج لتثبيت الحدود. ممنوع حدا بقى يحكي ترسيم، ممنوع بالمنطق الإعلامي والسياسي والوطني نقول ترسيم حدود. تثبيت وتظهير الحدود اللبنانية، عندنا 13 نقطة متنازع عليها، في 3 أو 4 نقاط نحن أخدين أراضي من فلسطين المحتلة والإسرائيلي أخذ بالنقاط الباقية، في مطرح عم بيناقشوا على صخرة. طيب مثل ما قال عبد الله، كان هوكسين سبق 28 أو 27، كانت الأمور يعني بلشت تتبلور حتى بخصوص الغجر، انسحاب يعني انسحاب إسرائيل من تفكيك الخيمتين إلى من المناطق اللبنانية من الغجر ونزع الخيمتين. يعني عم نحكي عم نرجع نتذكر هاي الخيمة بالغجر، هاي رقم 17 عظيم. هي مش بالغجر، هي بمزارع شبع. عم نحكي إنه الخط الأزرق سبق الحديث. خط أزرق، خط أزرق بدنا ننساه وقت نعمل تثبيت حدود، بننسى الخط الأزرق. في حدود دولية 23. أنا عم بحكي شو كان هوكسين يجور، عم نحكي شو كان هوكسين عم يعمل. كان جاي عم بيصلح
خط الانسحاب ملبك. اوكي ملبك. اوكي ها هي يعني هو عمليا كان ليك هو عمليا كان عم ينزع ذريعه من حزب الله لانه في المشهد اللي شو كان عم بيحاول ينزع ذريعه يعني المشهد حكسي كان عم بيحاول ينزع ذريعه من حزب الله. المشهد في لبنان كان بوقتها انه هذا مسمار ما زال شبع هو مسمار لانه حزب الله بده يضل معه سلاح وبده بده بده فاذا هو تارك موضوع مزارع شبعة لهذا الغايه. هلا اجى هوكستين هو بده يشتغل على هذا الموضوع انه انا بدي اسحب ذرائع من حزب الله. اكتشف انه لا حزب الله بالتعاون مع الرئيس نبيه بري ابدا كامل استعداده للنقاش بموضوع تثبيت الحدود البريه بوقتها والانسحاب من الغجر. واذا بتذكر يعني انا عم بعطيك معلومه كان المفاوضين اللي موجودين على الطاولة هني قالوا أحدهم بلغني بالليل قال لي نحن كنا تاني يوم ذاهبين باتجاه توقيع اتفاق بالأمم المتحدة يعني بالنقورة مع الإسرائيلي بطريقة غير مباشرة بما كان يشبه نوعا ما الاتفاق الحدود البحرية. وصلت لهون وكان في مفادين. أنا عم بنقل عن كلام مفادين ولا لحظة أوكي ولا لحظة بس كفي خلي بس لأنه بس فجأة توقف هذا المسار بعد 27 أكيد لا هون عم بحكي قبل 27 أستاذ قبل 27 عم بحكي عن محطة أنا عم بحكي عن المحطة 31 آب 2022 يوم اللي طرأ التعديل على القرار 1701 وتفاجأنا فيه نحن لا مش بهاي المرحلة مش بهاي المرحلة مرحلة الخيمتين مرحلة الخيمتين اللي كانوا منصوبين. بس أنا أعطيتك أساس المشكل بنسخة اللي طلعت سنة 2022 رجعنا جينا انتبهنا قبل بشهرين شو أساس المشكل بس عم نعرف عن شو عم نحكي عن القرار 1701 بتعديله سنة 2022 حطوا غيروا قواعد الاشتباك مش بين حزب الله وإسرائيل بين بطريقة التعاطي مع اليونيفيل على الأراضي اللبنانية أعطاها الحق بالتدخل والتصرف حتى لو لم يوكبها. يا أستاذ هذا كان موجود بال 1701 من قبل كان في عنده حرية اليونيفيل بالتحرك في الجنوب ولكن كان ملزم بنقطة واحدة إلى علاقة بضرورة وجود دورية للجيش اللبناني معه. ما هي اللي عم نحكي هي كانت يا أخي التعليق شو بيك رجع تذكر مزبوط أعفية الأمم المتحدة من أن يواكبها جيش ورفض الجيش اللبناني ورجع بوقت الأمم المتحدة قالت أنه هذا القرار غير ملزم لليونيفيل بتطبيقه رجع تذكر ورجع اليونيفيل بوقت بيصير دوليات مع الجيش اللبناني. صيغة الـ 2022 شطب هذا الحق للجيش. جينا نحن اجت لقيت رح خبرك تفاصيل دقيقة لأنه أنا كنت بقيت القوات الدولية بال 2023 أوكي. يوم بس بالممارسة على الأرض بالممارسة ما ب... ما رفض يعني ما قبلت اليونيفيل قالت اليونيفيل لن نلتزم لوحدها الموضوع اتفقنا نحن والجيش اللبناني ورجعوا بعد جهد جهيد بال 2023 دخلوا بالتنسيق مع الجيش اللبناني. هيك بالكلمة راح قعد عبد الله أبو حبيب مع فإذا هو أحدث هذا المشروع القديم هذا المهم. كان عم يحكي عن نقطة مثيرة جدا للجدل إنه كنا على مرحلة ذاهبين عم يحكي أنا بحسب المعلومات اللي كانت موجودة من من المفاوضين أحد المفاوضين قال نحن وصلنا لمكان كتير بعيد نعم مفاوض لا مفاوض لبناني هو قال إنه نحن وصلنا لمكان بعيد وكان في احتمال كبير لاتفاق على تثبيت الحدود البحرية. لا هيدي بالسبع نقاط كان بال 2017 ايام الامن العام وقت ما دخلوا على هذا أوكي. الموضوع أوكي. بس بالفترة اللاحقة لا كان صار في مشروع على الارض مشروع كان كتير كبير تثبيت الخط لا مش تثبيت الخط الازرق تثبيت خط الحدود البرية. ايش ما في شيء اسمه خط ازرق بخي خي عراسي بس تنعرف عن شو عم يحكي الخط الازرق يعني اليوم وقت ما وقت ما الاسرائيلي هيدي أي متى؟ هاي بالمرحلة الأخيرة قبل 27 ويلي فشل هذا الموضوع هو الإسرائيلي نتيجة النقاش الداخلي يلي حصل هونيك ويلي اتهموا بنيامين نتنياهو أنه يتخلى عن مناطق أو الحكومة الإسرائيلية تتخلى عن مناطق كبيرة وبالتالي ذهب الإعلام الإسرائيلي باتجاه الضغط. فجأة رفض الوفد الإسرائيلي يجي وانتهى المشروع في منطقة واحدة بيتخلى الإسرائيلي عن 265 متر فقط في مناطق اللبناني بيتخلى عن 100 متر وفي نقاط عليها خلاف الإسرائيل بيتراجع 23 متر وأنا بس في شغلتين رح لك يوم من هلأ تأستبعد أي مشروع اتفاق موضوع البيوان ومزارع شبعة لكن البيوان له وضعيته بالنسبة للإسرائيل له وضعيته موقفك أنت كلبناني أنت أنا ما عندي أنا عندي منصة كيف فيها حاجز الأمن العام مع فلسطين المحتلة جرب ينقلها الإسرائيلي 28 متر بالشمال ليه؟ ليسكر النفق تبع الترين أنا حقوقي بعد النفق 27 متر هيدا متمسك في لبنان هيدا من هلأ رح قلك
ومع مزارع شبعة، لأنه وقت اللي عم تحكي أنت عن مشروع تفاهم حول هذا النقاط، في نقطتين حتى الأمريكي ما بده إياهم، ما بده ينطرحوا، ولا الإسرائيلي رح يفتحهم. عزيزي بكرة رح نعمل العملية أخشى ما أخشاه أن نصل للي عملناه بعملية ترسيم الحدود، نرجع نعمله بتثبيت الحدود، ترسيم البحري نرجع قصدك يعني نترك مناطق يعني نترك هو هيك اللي كان هذا هيك اللي كان ليش عبالك ما في شيء اسمه اتفاق. لانه كان البيوان يا استاذ كان ولا البيوان يمكن. باتفاق ولا يمكن. باتفاق الترسيم البحري طرح نظريه هوكشتاين وافق عليها المفاوض اللبناني خلال هذيك الفتره الى علاقه بترك خط الطفافات سايب على اعتبار انه في خلاف على نقطه على عظم 5 كيلومتر وهذا الموضوع بالترسيم البري يعني التثبيت له علاقه بالترسيم البري كان ما ينسحب على الحدود البحرية بهذه المنطقة كان ينسحب على الحدود البرية بهذيك الفترة. خوفتني أكثر اللي عم تسبب ظنوني إنه رح. بس أنا عم لك نعم في طرف في لبنان هيك عم يشتغل. البحث بالبيوان. ما مثل ما عنده. حتى الأمريكي هلا هلا صيغة. ليش بدك تستغرب إذا اللبناني عمل هيك بالترسيم؟ لا ماني مستغرب أبداً ماني مستغرب أبداً. بس هذا ما له علاقة بوجهة نظر حزب الله. انتبه. الترسيم البحري إنجاز. أنا ما بسمي أنا. خلينا عن ألف. وجهة نظري أنا ما هو إنجاز يعني أنا معروف وجهة نظري. كيلومتر. خلينا عنهم. نحن قلنا لك هلا بمعزل عن احنا رحنا بالنقاش بمعزل عن 1600 متر كيلومتر او الكيلومتر اللي عم تحضرتك عم تحكي عنه هلا بصرف النظر عن هذا الموضوع اوكي بقى ما نسميه انجاز لا لا انا بالنسبه لي ما هو انجاز بس اليوم وقت ما بالدوله اللبنانيه كل الدوله اللبنانيه من دون استثناء من رئيس الجمهوريه عماد ميشيل عون اللي كان موجود بوقتها عظام من الخط 29 وفجاه انقلب عليه لا أصغر عسكري واقف على الحاجز كان بده الخط 23 بناء على تفويض أمريكي وهون حزب الله ما كانش فيه يطلع هو حزب الله يوقف على الطاولة ويدق ويقول أنا بدي الخط 29 إذا الدولة الدولة اللبنانية كلها بدها الخط 23 لحظة شوي يا شباب ما حزب الله يقول مفهوم نحن نقف وراء الدولة خلف الدولة نعم خلف الدولة اللبنانية لو لم يرد حزب الله يرد حزب الله الذهاب بهذا المشروع كان اتهم انه هو لحظه لا في مساله هون عم نرجع لورا لا ايه هون اللي ورا هو هيدا الاساس لانه انت اذا بترجع بالتاريخ بوقتها اجا هوكشتاين بشو وعدنا بالغاز من مصر والكهرباء من الاردن لقاء الاتفاق على الخط 23 وكان في قرار واضح احضر يعني احد الزملاء ببلغني انه مرجعيه كبيره وقت ما توجهت بزياره لواشنطن ابلغتني هذيك الفتره انه الخط اللبناني هو الخط 23 وانتم اذا بدهم عم بسمي لك اياها تحت الهواء من دون ما انتم تقبلوا بالخط 23 بالخط 23 من دون ما تقبلوا فيه لا لكم كهرباء والحصار مستمر ولا لكم غاز يعني هذا رجعنا نرفض اذا قبلنا وقت لو وافق حزب الله وحط وقف على الطاولة وقال أنا بدي الخط 29 كانوا خاودي إجوا قالوا له أنت عم تمنعنا من الكهرباء وأنت عم تمنعنا من الغاز وأنت عم تمنعنا بدك توقف الحق وبقى ايه طبعا تصرف هيك لا تصرف لا هذا بالدليل اليوم تصرف هيك حزب الله إجوا قالوا بدكم أنتوا الخط 23 أنا ما إلي علاقة بالخطوط تحمل المسؤولية اليوم بيّن الكذب الأمريكي أنت اليوم رسمت على أساس الخط 23 أوكي بس أنت يا أستاذ أنت قسمت اليوم أو رسمت على أساس الخط 23 شو أخذت مقابل من الأمريكي هذه التنقيب عن النفط وعن الغاز بالبحر راح. واقف هون تبه كان واعد هوكشتاين أنه إذا أنت بتلتزم معي بهذا الموضوع أنا بلتزم معك بالبحر هلا عملوا لنا الدعاية جماعة توتال والخبرية كلها وطلع أنه نحن ما عندنا غاز أوكي بموضوع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن وقفنا إياها اليوم هوكشتاين نفسه لما رجوعنا للجديد بيجي بيطرح نفس النظرية شو بيجي بيقول لك هلا أنه أنت إذا جيت عملت ترتيبات إلى علاقة بجبهة الجنوب أنا بدي أعمل تفاهمات مع توتال وأنا بدي نشط موضوع الغاز من مصر استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن بعدنا نحن نفس الخبرية يعني أنا بدي أقول لك إياه المفاوض اللبناني كذاب ويتعامل مع الأمريكي بخفة كبيرة المفاوض اللبناني كذاب طبعا أوكي مكفي المفاوض اللبناني اللي هو بيشتغل على هذا الموضوع من هو نعم. بصرف النظر اللي عم بيشتغل على المفاوضات اليوم ما هو بيمثل لبنان لأنه اليوم هذا الطرف لا وقت ما بده يتعلم من شغله المفاوض اللبناني كذاب طبعا المفاوض اللبناني إذا بيصدق الأمريكي بيكون كذاب إذا لأنه هو بيجي بأن المفاوض اللبناني المفاوض هو اللي عم ياخد القرار بس ما بيتسمى كذاب يتسمى غبي يا أنا ما بدي سميه غبي بدي أقول عنه كذاب لأنه هو بيجي ببلغنا شيء بيسمع بالاجتماعات شيء وبيجي ببلغنا أمر آخر
بصرف النظر اللي مستلم اليوم ليك نحن انا بمعزل عن هذا شو بمعزل عن هذه الاوصاف. انا بعتذر اذا بده يتفسر على حي الله شخص اللي لا هو مش شخص انتبه هو بشكل عام انا بقول شغله مهمه. بالوقت اللي عم بتقول كان حزب الله عم بيقول انا ورا الدوله، كان عم بيقول وين كان رايح المفاوض مع هوكشتاين وقت اللي رده حزب الله عن شو رديته. نحن كان الامريكي مصر على خط هوف، انت هلا قلت سميتها بالاول وقلت ربحنا 860 كيلو. لا انا ما قلت هيك، انا عم بقول من وجهه نظر حزب الله يعني هو يعلن حزب الله اليوم من خلال مسؤولينه يعني انه هو حرر 860 كيلو. هو عم بيقول انا عمل انجاز، رجعنا 860 بس خسرانين 1685 كيلو متر مربع. ليك ملف النفط والغاز بدنا نحطه على جنب شوي، كان في استعجال وسلق للمراحل، كان في شيء بدنا نعمله قبل ما نفل من قصر عبدة. عملنا غلطتين كبار، عملنا غلطة 23 وتخلينا عن 29 وجينا بسبعة نيسان 2022 جبنا صندوق النقد الدولي وعملنا معه اتفاق بسبعة نيسان، اتفاق على مستوى كبار الموظفين، هذا اتفاق مع صندوق النقد قبل ما نفل من قصر بعبدة، انه هذا انجاز لازم يتسجل للعاد. وشفنا ثمن الاولى وثمن الثاني. ولا يوم ربط هوكشتاين قبل الترسيم البحري موضوع الغاز المصري، لا هو اعلن الفردوني. اعلن ولا مره اعلن بلا يا استاذ بترجع للتصريحات. انا عندي هو اعلن كل جولات المفاوضات، هو قال انه الانعكاس الايجابي لموضوع الترسيم له اوكي بس انا اليوم وقت ما بدي اجي عند مفاوض لبناني اوعده بهذا الموضوع ويطلع المفاوض اللبناني بعدين يبلغني انا كشعب انه نحن اذا منوافق على هذا بيعمل بروباغندا، انا اذا بوافق على هذا الاتفاق بحصل هاو، واخر شيء بيطلع انه انا ما محصل شيء، معناته هذا المفاوض ورط حزب الله وكذب علي. هيك بتنفهم، ما بتنفهم بطريقه ثانيه. ليك نحن بدنا نفهم. طيب بعد اليوم ماشي المسار هو ذاته، يعني نفس بعد المسار ماشي هو ذاته، بعده هوكسين عم يجي تركيبه ذاتها. بكره راح بعده رئيس نبيه بري عم يستقبل بكره راح تنطر. هلا رئيس نبيه بري منو المفاوض الاساسي؟ بكره راح تنطر اتفاق اطار. ما هوكسين عم بيقول فادي بدنا ننطر. هوكسين عم بيقول انه هي از بوس، يعني انا عم بتفاوض. لا انت ما بتعرف العقل الامريكي يا استاذ كيف بيشتغل. راح نرجع على اتفاق اطار، شايلين منه كل شيء اسمه بحري ونرجع على البري. بس اتفاق الاطار زي سؤال سياسي. لحظه شوي، بغض النظر اهداف السياسه الامريكيه انطلاقا من الداخل وصولا الى الجنوب، لكن الطرف اللبناني ممثلا اولا اليوم لا ما في لا حكومه ولا ما في دوله اليوم عظيم ممثلا بحزب الله، كيف يتعاطى حزب الله مع الاهداف الامريكيه؟ هذا عنوان المرحله فعلا. عظيم. اليوم فشل لودريان وكل مبادرات الفرنسية لأنه رهننا شو بدنا نعمل نحن والأمريكيين، مش قارين حدا بقى نحن إلا قارين الخيار الأمريكي، والخيار الأمريكي رح يردنا عزيت الصفقة اللي رفع الترسيم البحري بشكل من الأشكال بما يتطابق مع مشروع تثبيت الحدود البرية. اليوم يا أخي أنا ما بفهم لودريان جاي بعده عم بيحكي، شوف أنت مشروع سيجورني أو الخريطة الأمنية اللي عملها شو قال امبارح الخارجيه الامريكيه بمناسبه زياره قالت لودريان اجى بحث الموضوع، بس بموضوع الحدود البريه اخذنا الاجوبه اللبنانيه. انا بعرف انا شفتوا الكتاب وبعرفوا يلي سلموا الدوله، وعد في مكان ما بتجي منا نسخه عند الرئيس بري بيعمل بيأشر عليها، بتروح عند نجيب ميقاتي بيأشر عليها بيعلنها عبد الله ابو حبيب بيسلمها لا. نحن اليوم ما في حكومة، ما في دولة، نحن عنا غير الوسيط الفرنسي والأمريكي عنا وسيط بين الثنائي مع الثنائي اسمه الرئيس نجيب ميقاتي، عنا وسيط مع حزب الله اسمه الرئيس نبيه بري لأنه رئيس بري بيشوف كل العالم، وعنا كل تطلعاتنا للمشروع الأمريكي. يا جماعة أنا بقول لك من هلأ بالمشروع الأمريكي ما في حكي لا بالبيوان ولا بمزارع شبع عن أي تثبيت حدود عم نحكي، حتى عم مش زلقة لسان. إذا منتابع الأمريكي من شهرين لهلأ كل البيانات اللي عم تطلع بعد مش عم بيقول الحدود البحرية البرية، بيقول الخط الأزرق، وهذا مش غلطة دبلوماسية. لأنه هوكشتاين أعلن أنه هو يريد الخط الأزرق كحدود كمان. بس ليش عم بقول لك عبدالله عم نحكي عن شيء ما زال حتى هذه اللحظات وهم إذا في قرار سياسي. بس أنا بقول لك تعرف شو يعني تثبيت حدود وتسكر النقاط 13 وتخلص لي الغجر
الغجر إلا وجه مع الأزمة السورية مش رح توصل له ولا بأي حل، لأنه اليوم هو عمليا الغجر له مشكلة مع السكان تحديدا. بتحضر اليوم بيجيب لك وثائق يا أخي عصام خليفي كتبهم 15 سنة هولي، الغجر أرض لبنانية وتلالك فرشوه بأرض لبنانية، روح عني على السوري يعطيني إياها قبل ما تطلع طالب الإسرائيلي بإخلاقها. هو يا أستاذ ما له علاقة السوري بالموضوع، بالغجر بالغجر السوري كدولة يا أستاذ المهام. الغجر بالسوري كدولة ما له علاقة، لأنه المفاوض اللبناني خلال هديك الفترة واجه معضلة كان عم يطرحها الإسرائيلي إلى علاقة برفض سكان الغجر صح الانضمام إلى الدولة اللبنانية صح. لأنه وإذا تم تخييرهم بين إسرائيل ولبنان بيروحوا صوب إسرائيل صح، لا غاية تصفية الموضوع بالنسبة لسوريا. يعني عمليا الدولة السورية هون ما هي اللي لها تأثير بموضوع الغجر، الشعب هونيك اللي هو تعدى، يعني الدولة السورية السكان الغجر الأصليين هن اللي تعدوا على على الماري أو الماري بلدة الماري اللبنانية خلال فترة الاحتلال وبنوا هونيك، هن اللي وصلونا لهم. هوني أربع خمس مزارع لو بدنا نحكي فيهم كنت جبت لك أسمائهم كلهم مزرعة. يعني الحلقة ما نخصص كثير بخصوص بس الحدود، نقطة أخيرة بالحدود لا بدي أخذ بدي لك إلى الآخر رح نروح على اتفاق إطار. بس الأمريكي بيعرف وهذا الموقف الأمريكي الجدي، ما بقى فينا نكمل لا مع الحزب ولا مع ولا بعين التاني، بدك رئيس جمهورية يعمل الاتفاق إلا إذا كانت النية أن نجهز هذا الاتفاق. ومين ما أجى عصر بعدها بنقول له هذا بدك تمضي. طيب. شو بتقول له سأل. عميد جورج نادر معي على الهاتف. الله معك صديق. الله معك، عم نحكي عن ترسيم الحدود والإشكالية المتعلقة بهذا الموضوع، شو عندك تعليق؟ وتحية لك ولضيوفك. أول شيء يهمني بس بموضوع ترسيم البحري، يعني بعد البري تقريبا ما في ترسيم، بس البحري صار في خيانة عظمى. ما في شيء اسمه إلا خيانة عظمى. خيانة عظمى؟ نعم، خيانة عظمى من المسؤولين يلي مضيوا ويلي كانوا وراء الأمضاء. من متورط بهذه الخيانة العظمى؟ رح تمينا فيها. بلش. طلع الرئيس بري بيقول أول مرة بيقول بدنا نحكي مع دولة إسرائيل بخصوص الترسيم، اعترف في شيء اسمه دولة إسرائيل. تاني شغلة لما راح الوفد المفاوض ويلي رئيسه كان العميد بسام ياسين بيقول له رئيس عون اعتبره أنه الخط 29 هو خط ميشيل عون. صحيح. قال له إياها وراح، وعلى أساس نحن قلنا خلاص وصلنا حقنا طالما الوفد المفاوض راح يكون مصر على الخط التقني اللي رسمه الشيخ لأصول التفاوض. يا أستاذ صادق أول شيء سمي لي من ارتكب هذه الخيانة العظمى بحق الحدود البحرية اللبنانية. كل واحد وقع، رئيس الجمهورية اللي مضيع الاتفاقية مولك باتفاقية، رئيس مجلس النواب اللي مشاهد للاتفاقية، وحزب الله يلي عطى الغطى ولو ليه ما حدا بيسترجي يمضي مع إسرائيل. لحنا استقبلنا المبعوث الأمريكي يلي هو خدم 3 سنين بالجيش الإسرائيلي اسمه عاموس هوكشتاين. أنا ما بفهم كيف ملكة الجمال اللبنانية بتسلم بالغلط على ملكة الجمال الإسرائيلي ما بعرف وين بتسموها بالشرية بتوقفوها على المطار. وأنا بستقبل بالقصر الجمهوري وبكل المقرات الرسمية ضابط سابق بالجيش الإسرائيلي عنده جنسية أمريكية وجا مفاوض محايد جنرال. أول شيء ما محايد. شكرا لك جنرال. بس بدي أعلق شغلي على اللي قاله الجنرال. ايه اليوم انت ما فيك بصرف النظر عن انا موقفي من هذا الموضوع تحديدا موضوع هوكشتاين اللي عبرت عنه باكثر من مره وباكثر من كتابي، ولكن اليوم انت ما فيك تفرض على الولايات المتحده الامريكيه تعين لك وسيط اذا انت كنت دوله ضعيفه. بدك اول شيء تكون دوله قويه يعني قويه لأن انت تيجي تفرض المفاوض. طيب اذا اجى الامريكي فرض عليك هذا المفاوض انت شو بتجي بتقول له الامريكي؟ لا ما بدي، فرجيني واحد هون في لبنان مين ما كان يكون يقدر أن يقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية وإلا لا لهذا المفاوض. هيدي نحن هذا النقاش لازم بقى نخلص منه. طيب. خلاص اليوم هذا المفاوض أنا مش عامل لك أنا معترف فيه، ولكن صح. اليوم الدولة اللبنانية عم تعمل له تمثيل وهي عم تناقش معه وبعض الأطراف يلي هني بيدعوا إنه هني عن جد مقاومين وبعرف يا خي بس ما له علاقة حزب الله بالموضوع. يعني إذا أجت الدولة اللبنانية وافقت إنه تناقش هوكشتاين شو بدي يجي إلا حزب الله يعني يجرم بدينتهم ويقول لهم لا ممنوع تناقش هوكشتاين؟ لا ما هو المشكله هوكشتاين حبيب الجماهير يا اخي مش حبيب الجماهير هو حبيب الاطراف اللي هن بيحبوه ليك شو يعني حبيب الجماهير يعني في شغله شو جورج قاعد انا بوقت اللي بدي قيم موقف بحط حالي مطرح كل واحد وينه قاعد وبقرا الوضع. هوكشتاين يوم قاعد عم يتسلى قاعد بكل مره بيحكي من دوله
بكذا دولة، يعني بالعشر أيام الأخيرة صار بيري مشي ثلاث أربع دول، كل ما طلبوا حدا من اللبنانيين بيقولوا أنا أخذ فرصة قاعد بجزيرة فلان أو هون أو هون، وعم يتفرج على الفرنسي كيف عم ببرعت، وعم يتفرج على القطري وعلى السعودي عم يشتغل بالسكت ما حدا بيفهم شو عم بيعمل. القطري عنده موفود موفد سري أبو جاسم قالوا شي سنتين بلبنان ما بتفهم شو عم بيعمل، لو ما هلأ في شوية لقاءات علنية بالدوحة ما بتفهم شو عم بيصير. والأمريكي قاعد مرتاح عنده قناعة واحدة في نقطة تفاهم، ما بعرف شو كيف بتسميها، صاحب النية السيئة بسميها تبادل خدمات بين الحزب وإسرائيل، تبادل خدمات. واحد بيقول يعني هذا هذا اليوم خليني عبدالله لحظة، واحد بيسميه نيته سيئة عملك بيسميه تبادل خدمات، واحد انت نيته طيبة شو طيبة، واحد نيته طيبة بيقول هذه ستاتيكو أو مواقع قوى رغم الفوارق. أنا ما نمتنا أبدا أن نحن بتكافؤ فرص أو أنه نحن عندنا قوة ردع، في اللي صار من 28 لليوم بخبرنا لا قوة ردع لبناني في مواجهة لا بس أوصل لمطرح بس خلي هون هون لذلك هون الأمريكي لذلك كل الرهان على الأمريكي، وهذا هوكسين عم يتفرج اليوم من يراهن على الأمريكي أيضا حزب الله يراهن على الأمريكي كي لا تشن إسرائيل حربا على لبنان. ليك بموضوع إسرائيل الأمريكي أنا على قناعة جدا أنا على قناعة وسؤال أكبر الدبلوماسيين يلي بيفهموا وبيعرفوا الاتفاقات اللي معقودة بين إسرائيل، إسرائيل ضمن حدودها الجغرافية سيدة سيدة قراراتها، يعني وقت اللي بيقول لها بايدن اليوم انت ممنوع تدقي بمستشفى المعمداني راح تدقته، ممنوع تضربي رفع راح ضربتها، خارج الحدود الجغرافية لفلسطين المحتلة الأمريكي يقرر. هذا الموضوع استاذ وهذا موضوع جد هذا موضوع جد طرحت عليه سؤال انه هل حزب الله يعول على الأمريكي ويتكل حزب الله يعول على القوة العسكرية حزب الله يعول على القوة العسكرية التي فرضها من 28 لحتى اليوم. اليوم أنت إذا بدك تيجي تلاحظ على الأرض اليوم الحزب الله بالقوة طبعه شو عمل لأول مرة بتاريخ إسرائيل ينجز حزب الله ترتيبات أمنية داخل الشريط المحتل، يعني داخل فلسطين المحتلة مش داخل لبنان. شو فيد القضية الفلسطينية فيها؟ فيد القضية الفلسطينية أول شيء اليوم أنت هلأ بيطلع واحد بيقلك أنه طيب شو خففت هذه عن غزة؟ ليش أنت مين قالك أنه كان حزب الله يعني هو قادر يخفف عن غزة قدام هذه الهجمة الإسرائيلية الكبيرة؟ ولكن حزب الله اليوم كان عم يشتغل مشروع، هو سماه مشروع إسناد غزة، ما سماه مشروع إنهاء الحرب على غزة، هو عم بيساند غزة بالعسكر. بعدين اليوم خلق حزب الله واقع ديموغرافي وسياسي إسرائيلي وأمني على الحدود جديد ولم تعهده إسرائيل بالماضي. شو هو؟ يعني اليوم مثلا وقت ما بيطلعوا دائما كل يوم كل يوم عندهم هودي إذا بتجي بتراقبهم رؤساء المستوطنات داخل فلسطين المحتلة شو بيجوا بيقولوا كل يوم بيقعدوا بنقوا من الصبح بيقول لك نحن الدولة متخلية عنا ونحن طيب. الجيش متخلي عنا ونحن منا ننقصهم ليش أهالي جنوب مش عم بينقوا ذات لا وين فرجيني وين عم بينقوا لا يعني مش بالضروري يطلعوا على الإعلام اليوم مش بالضروري ما فيك تشوفوا بالإعلام أنت اليوم بالتشييع يلي عم بيصير بالجنوب وقت ما بيستشهد شاب وبيطلعوا بيعيطون وبيعلمة وبهول مناطق بيشيعوا هود الشباب، هذه مش تعبير عن انه هن ملتزمين بخيار حزب الله المقاوم. اليوم انا عندي كتير ناس من قرايبين ناس حين وبيحكوا ما حدا شكى، هو شكى انه بعيد عن بيته بس ما حدا شكى بالحرب، هو كلهم بيجي بيقول لك الله ينصر حزب الله وينصر المقاومة. مستعدين يموتوا في سبيل من؟ هن مستعدين يموتوا في سبيل ارضهم ونصرة لدينهم، لأنه هن اليوم في جزء كبير من سكان الجنوب جزء كبير من سكان الجنوب يؤمنون هذه الحرب هي فداء عن أرض لبنان أم فداء عن هي فداء عن أرض لبنان وهي فداء عن أرض فلسطين. ليش الذي يمنع خلي لا سألت السؤال خليني جاوبك يا أستاذ معلش معلش خليني جاوبك على أنه فداء ليش لأنه اليوم أنت بالبعد الأمني اللي موجود عند حزب الله وبالبعد اللي ذكره بالأساس الأستاذ وقت ما قال إنه الإسرائيلي كان ذاهب باتجاه الهجوم على لبنان بعد ما حصل في 27 وهذه تقديرات أمنية عسكرية إسرائيلية كانت عم تقول يجب على إسرائيل أن تهاجم قبل ما يهاجمها حزب الله. فإذا أنت اليوم عم تقاتل نصرة لأرضك لأنه اليوم حزب الله لو ما لو لم يفعل ما فعله من 28 لغاية اليوم لكان الإسرائيلي هو الذي يتحكم على الحدود. كنت أنا عم أقول لك شغلة ويمكن قطعتني قبل شوي فضل. كنت عم أقول لك أنه حزب الله بالقوة النارية اليوم رسم جدار فاصل
أو إذا بدك منطقة عازلة داخل فلسطين المحتلة حدودها حوالي 6 إلى 7 كيلومتر. اليوم أنت إذا بتيجي بتطلع من الناقورة ونزول امتداداً بالخط الأفقي وصولاً أو الخط العرضي وصولاً للجولان بتلاقي أنه هذه المناطق خالية من المستوطنات أو من المستوطنين. شو استفدنا؟ اليوم أنك أنت جيت عملت له واقع غير موجود بالنسبة للإسرائيلي. اليوم الإسرائيلي كان كل عمره حتى بحرب تموز دقيقة بس أوكي. كل عمره كان حتى خلال حرب تموز يستغل هذه المستوطنات من أجل التمدد بريا على لبنان. اليوم الإسرائيلي عاجز أنه يدخل على لبنان بريا، عاجز، هو يقول أنا عاجز. فإذا أنت اليوم فقدت له هذه الخاصية وضربت له عقل أساسي موجود على جيش جورج. لك في شغلتين أنا معه بالنظرية لها ما يبررها في منطق أنه نحن ما بعرف شو غيرنا بالواقع، انما يعني مش لازم بقى نقول انه لا على طريق القدس ولا النصره والنصره. لا هي بلشت المعركه عزيزي بس سؤال ما حدا يعني جيش مثل الجيش الاسرائيلي بيملك ما بعرف كميه طياره، مش انه ما راح في يقصف بغزه صاروا عم يلحقوا هذه المسيرات يا استاذ الطيارة. او ايه كمان بس انا بقول شغلتين 300 مليون دولار بتلحق مسيره 10000 دولار صح صح وكاتيوشا عم تضرب عليه صاروخ كيف هون قوه المقاومه بهذا النقطة. عم بتحارب انت عم تنطلق من اقتصاد تحت الصفر 100 مره رايح على اقتصاد في 3000 4000 مليار دولار اقتصاد حجم الاقتصاد الاسرائيلي. في معادله ما بقى فينا نكمل هيدا بنحكيها نحن بالاعلام الداخلي بشي لقاء حزبي بنخبرهم خلص تعبنا 6 اشهر عم نحكي بهذا الموضوع، لازم نبلش نفكر بما هو أبعد من ذلك. أبعد من ذلك الإسرائيلي تخلى عن أمرين ما كان بحياته عم يتخلى عنهم. تخلى البحث عن عظام جندي أسير بإسرائيل، بلش يطبق إنه هانيبال. إنه هانيبال القانون الإسرائيلي يلي بتدع لتتخلى عن أسيرك تتقدر تتصرف بقدرة عسكرية، وإذا العملوا بغزة ما بقى حدا يخبرني إنه الإسرائيلي سألين عن ما هو اليمين يعني يعني أسقط هذه أسقط أهمية هذه الورقة يلي كان بيمسكها السنوار وجماعة حماس والفلسطيني مزبوط. لكن في ضغط إسرائيلي أسقط الورقة الثانية وهي يلي اسمها الحزام الأمني بشمال إسرائيل تخلى عنه، حاطط المستوطنين، حاطط بسميهم مستوطنين بعمره ما كانوا مواطنين. أنا طب كفي حاطهم بالفنادق والأوتيلات هلا عم بيعمل لهم خيام، بس مش معناته انه بس مش هو عم يعمل لهم خيام، هن عملوا هذه النظريه هي رد على انا اللي عم بقوله توصل لمطرح. عندما اعلنت الحرب انا 8 شهر هل كنت احتسب كل هذه النتائج؟ لو ما حزب الله لا يحتسب ما كان وصل لهذا. ليش احتسب بال2006؟ بال2006 قال السيد حسن لو كنت اعلم. اخي هذه كمشوها عليه السيد حسن صح صح. نحن عم نحكي سياسي عبد الله، هو عم يحكي كان ردا على سؤال. انت برايك السنوار مش عم بفكر بزيت المنطق؟ بشو شو انا قاعد معه يوم اللي عمل لا صديقه بالمصري كشف عن المخابره التي اجراها معه بثالث يوم او رابع يوم قال له لو كنت اعلم انه ملعب. خليني انا بعدني عم بحكي سياسي، ماني بوارد اخذ سلوغان تضربه او تقلل من مصداقيته. انا بدي اقول الاسرائيلي اليوم وقت بيتخلى عن هذين العنصرين مين حيسب حساب انه بده مدة 8 اشهر حرب؟ اكبر معركه عملها مع الجهاد الاسلامي من 6 اشهر قبل الوعد شهرين طيب. خلينا نروح على بريك. في معركة واحدة سنة 2015 مدت 110 أيام طيب. بريك قصير ونعود لمتابعة بيروت اليوم. بكم مشاهدينا في متابعة لهذه الحلقة من بيروت اليوم، ضيوفي الصحفيين جورج شاهين وعبد الله أمح. أهلا وسهلا فيكم شباب. دائما نرجع عبد الله، يعني كنا عم نحكي عن معركة إسناد قطاع غزة. لا شك إنه هناك لا يوجد إجماع لبناني على هذه، وحضرتك كنت عم تقول إنه كل أهل الجنوب حتى لو عم بيموتوا حتى هلا نرجع عم نحكي شو قالت الجنوبية عن هذا، حتى المقاتلين الاحتياط يرفضون مثل ما عم تقول الجنوبية.
وبس لكن عم يمسكون بحاجاتهم. الجنوبية حكيت عن هذا الموضوع أول شيء. اليوم الجنوبية قداش بتمثل هي؟ لا يعني بس أنه مصدر صحافي وابن الجنوب يعني. يعني هلا هل مشكوك دائما مع احترامنا لأنه ولكن مشكوك دائما بخبريات أو عم يضخم شيء صغير. أنه اليوم ما في هيدا عند حزب الله ما نجاش يعني حزب الله بيجي بيشدوا للواحد بالقوة. لا في مش بالقوة أنه أكيد في حاجات يستخدمها حزب الله لاستجلاب هؤلاء. أنا بقدر أقول اني على تماس مع جزء كبير من هؤلاء الشباب يلي بيطلعوا جزء معين وانا بعرف اندفاعهم وبعرف في منهم اللي بينطروا وفي منهم اللي بينزلوا على المراكز بالضاحيه الجنوبيه قبل بيومين وثلاثه واربعه بيقعدوا هونيك ناطرين لحتى يجي الطلب لحتى يطلعوا. في منهم اللي بيضدوهم وما بيجوا. في منهم بيبقوا يعني احد الاشخاص من معارف بقي موجود هونيك هو اجى عم يخبرني قلت له شوف ضحط قال لي لا بعدني ناطر. طيب عبد الله السؤال التالي يعني هذه النظريه اليوم مردوده طيب. الى جنوبيه ومن عظيم. يمثل عظيم. لكن السؤال التالي اليوم انه نحن بالدستور اللبناني اسمعني جورج الدستور اللبناني ينص انه القضايا الاساسيه الكبرى على اساسها الحرب والسن تتخذ بثلثي اعضاء مجلس الوزراء. اليوم مجلس الوزراء في حكومه تصريف اعمال. لماذا اليوم حزب الله اخذ المبادره مثل كل مره يمكن من 2006 بس كمان اليوم 2006 كانت شهر هلأ صرنا 6-7 أشهر. لماذا حزب الله يأخذ دائما المبادرة من دون الرجوع إلى الدستور كتير ولا إلى الحكومة لشن جواب هذا السؤال موجود التي هو يقول أنها لنصرة القضية الفلسطينية؟ الجواب على هذا السؤال موجود اليوم بالخطاب السياسي. بالخطاب السياسي وين أي خطاب جزء سياسي؟ كبير في فريق سياسي وازن اليوم بالبلد بيجي بيقول أنا وعبر عنه مبارح الشيخ سامي جميل وقت ما قال أنا بدي أعمل سلام مع إسرائيل. وبالتالي هذا الفريق في حال وجد خطر على لبنان من قبل الإسرائيلي ما حيقبل حتى أنه حزب الله يتولى عملية الدفاع عن الجنوب. وأنا ليش عم أقول لك أنه في خطر محتمل لأنه بس الإسرائيلي الخطاب السياسي وين؟ قلت لي الجواب بالخطاب السياسي عن أي خطاب؟ الخطاب السياسي لهذا الفريق اليوم القوات اللبنانية والحزب الكتائب اللبناني وفي أطراف أخرى ترفض أنه حزب الله اليوم هو حتى ولو كان في خطر على لبنان من الإسرائيلي يرفض أنه يدافع عن لبنان لأنه في مشكلة بينه وبين حزب الله. لا في تشكيل وهو يعتبر في تشكيل لا مش وهو يعتبر أنه حزب الله ينفذ أجندة إيرانية. قرار أنا على صعيد الدولة اللبنانية أنا بدي أرجعك للتاريخ شوي. اليوم لكن عم تقول في انقسام اليوم في انقسام طبيعي وبعمره ما كان في عظيم. في توحد على فكرة في حكومة الدستور. ماذا يقول الكتاب؟ شو الرد؟ اليوم الدستور اللبناني أين كان عندما احتلت إسرائيل بيروت مثلا بالعام 1982؟ ما تستغرب يعني ما طلعت نظرة أنه أنت مش معاجبك هذا الموضوع يا أخي. اليوم هذا اليوم في تاريخ بيجي بيقول لك أنه الإسرائيلي اجتاح لبنان عام 1982 واحتله. وفي عندك أنت نظريات طرحها الأستاذ بالبداية وقت ما إجا قال الإسرائيلي قبل ما تبلش أو عمليا وقت ما بلشت المعركة في غزة كان الإسرائيلي بلش يدرس عملية هجوم استباقي على لبنان. طيب اليوم لا أنا طيب لا بس أنا عم قلت رجل اليوم جالنت يا أستاذ اليوم جالنت باعتراف من بالتسريبات الصحف العبرية بيقول إن وضع خطة مظبوط وضع خطه للهجوم على لبنان استباقيه. انت شهر عم تحكي هلا انا شو عم بحكيها من قبل والاستباقيه طيب كان من قبل في ظل هذا الانقسام السياسي بالبلد مع او ضد من الذي يجب ان يتخذ قرار الحرب استنادا الى الدستور وصلاحيات مجلس الوزراء؟ بدك يكون عنده جيش قوي شيء. خلينا ندفع شغله لانه لو عم نرجع للدستور ما كان محطوط على اعلى رف والغبره فوقه واسمك ما بتتصور يعني حتى لازم الكل نطلع فوق الدستور. لا اكيد لا اكيد لا شو لا اكيد أوكي. عم بقول انا انه خلينا نشيل من ذهننا انه في التزام بالدستور لانه اذا حتى لو رحنا على ثلاثيه مش عم نقول جيش وشعب ومقاومه. طيب هيدا بيان وزاره. طيب ما بدوش يكون في عندك جيش قادر اليوم لحتى يواجه جيش. هيدا بيان وزاره. بيان وزاره مين بيطبقه؟ طيب. الحكومة الجيش اللبناني في تفويض للحزب تيقول أنا معي تفويض بالبيان. لا خليني بس لأنه في جملته لأنه هيدا منطق له شي 15 سنة أو 19 سنة مش رح نخلص منه. وبعد أن نحن عم نعمل حلقة اليوم 1 حزيران 2024 إذا بعد بدنا نناقش بهذا الموضوع يعني كانوا بعدنا بال 2007 2008 ما احنا بعدنا 2007 2008 لا انتبه لا خلينا نكون واضحين.
بال2006 مش مزبوط انه ما كان في اجماع رغم الاعتراف بذلك الخطا اللي ارتكب. يعني لبنان الضامن، لبنان ويكيليكس، وثائق ويكيليكس بتاكد الطبقه السياسيه. عبد الله ويكيليكس ما فيك لكان يا استاذ، انا بدي الصفحه الثانيه من ويكيليكس. ما فيك تستشهد بشخص بلغ قيادي مصري بلغ وبعرفين بحماس، ما بدك تصدق. انا بدي الصفحه الثانيه من ويكيليكس، بدي الصفحه وقت كان عم يتعالج فيها ال2006 قبل ب 12 و13 ايام. ليش بيوكيليكس على طاولة مجلس الوزراء؟ لا عفوا بال 2006 ليش ما كانش في فريق يريد انه الاسرائيلي يستمر في المعركه الى فتره زمنيه؟ مش مزبوط. انا عشت تلك اللحظات، كان طارق متري وزير خارجيه، كان رئيس سنيورا، كان الوزير فنيش احد وزراء تلك الحكومه. معلش هذا مش وقتها، يمكن مش وقتها، مش انه هذا بالتاريخ. بس بعدين كانت حكومة مقاومة، وكانت حكومة قاوم الشعب اللبناني كله. بس هني بوقتها في قرار من وقتها انه ما حدا استقبل النازحين الا التيار الوطني طيب الحر والعمال العام، بينما لبنان كله يعني. استاذ فادي سأل سؤال حلو، لذلك هذا له علاقة، من هو المخول اليوم بالدفاع عن لبنان؟ الجيش اللبناني. حسنا، الجيش اللبناني. انا بدي اذكر هيدا بس، خليني اكمل بس بعد 27 هيك عدة نقاط. انا ما عم بنكر هذا الدعوة، قدرة الجيش اللبناني على الدفاع. هون انتبه، نحن ما عم نشكك، ولكن اليوم هذا الجيش يحتاج إلى قوة، قوة بالتقن، يعني قوة عسكرية تدفعه إلى القتال. لأنه اليوم هؤلاء الجنود عندهم إرادة بالقتال بس ما في عندهم إمكانية. وفي شرعية بعد 27، وفي نظام أخرى بعد 27، قيادات كبرى من الجيش اللبناني تعرضت لإطلاق النار بعتقد بمنطقة النقورة من قبل الجيش الإسرائيلي. قيادات، أنا عم بحكي عن مسؤول منطقة الجنوب، دورية مرة، لا مش دورية، دورية كانت دورية من كبار قادة الجيش اللبناني، جنرالات من الجيش اللبناني كانوا عم يفقدوا الحدود. لا، في قائد لواء، وفي رئيس التخطيط، وفي قائد المنطقة، في مجموعة من الضباط تم إطلاق عليهم النار من قبل الجيش الإسرائيلي. هذه كانت ذريعة للجيش اللبناني إنه يرد على اعتداء، بصرف النظر مين كان مبلش معركة هون. انتبه، بس هذه المنطقة اللي هن كانوا عم يشتغلوا عليها هؤلاء الضباط من الجيش، كانت وقتها واقف إطلاق النار، وكان في تنسيق مع قوات اليونيفيل. كيف مارس الجيش اللبناني بوقت التصرف؟ قعد على جنب ومرد، حتى بالإعلام ما قبل أنه يتمرن. ليش؟ أنت عم تحكي عن اللي صار هلأ بحرب، بهالحرب، بهالحرب هلأ. لا لأنه صار، ليش الجيش اللبناني ما طلع؟ أنا أحد الضباط خبرني، قال لي ليش بدك تحرجنا قدام الناس؟ نحن شوف عندنا إمكانية نقاتل الإسرائيلي اليوم. طيب هذا اليوم وجدان الجيش اللبناني، الجيش اللبناني عم بيقول لك أعطيني سلاح لحتى أقاتل، وأنا قادر اليوم، وأنا على يقين ومقتنع انه هذا الجيش اعطيته السلاح بيقاتل. بس مين بده يعطيه سلاح اليوم؟ الامريكي يعني انت برايك بيعطي صواريخ اسلحه كاسه توازن للجيش؟ النقطه منا هون، هي نقطه اساس، مين بده يدافع عن لبنان؟ لا خليني ارجع انا على تجربه شاشه العدايسه. خي لحظه شوي، هي المشكله مش هون، بغض النظر من قادر او مش من قادر، من اتخذ القرار وخرق. يعني اثنيناتكم عم تقولوا انه سمك الغبره على الدستور هالقد، بلا يكبوه اي دستور واي بي. طيب عظيم، انه بده يكون عندك انت امام هذا الاسرائيلي يا استاذ، امام هذا الاسرائيلي اللي عنده قدرات توسع اليوم ورغبات بالتوسع، ما فيك انت تيجي تقول لي هذا السؤال انه مين عنده الصلاحيه. ما حدا عنده الصلاحيه. انا ابن جنوب، انا اليوم ابن منطقه، لحظه، انا ابن منطقه محرره. اذا اليوم حزب الله، انا على الهواء، اذا اليوم حزب الله بيتخذ قرار بتسليم سلاحه للدوله اللبنانيه، انا اول واحد بوقف وبجي وبحمل سلاحه وبقاتل. لانه نحن بمنطقه الجنوب تركنا منذ عام 1946 بدون حمايه. كان الاسرائيلي يفوت على قرانا يصلح ويمنح ويرتكب مجازر قبل ما يكون في حزب الله. بالاربعينات مجزره حوله، وين كان حزب الله يومتها؟ رد عليه يا جورج. ما حدا كان عم يدافع عن لبنان. نحن اليوم أولاد الجنوب، نحن مسؤولين عن هذا السلاح. ونحن ما نحن تفويض، لحظة، نحن ما نحن تفويض لحزب الله بانتخابات 2022 إنه يمثلنا نحن بالمقاومة. لو حزب الله اليوم بالسياسة عم يشتغل مش بالمقاومة، ما كان حدا يعطيه صوت. بس نحن عم نعطي أصواتنا لحزب الله لأنه طرف مقاوم وعم يدافع عنه. عظيم، بهذه النقطة اسمح لي، تفويض إلى حزب الله لأنه يمثلنا في سلاح المقاومة. لكن أنتم، معلش خلينا أهل الجنوب، أنتم أعطيتم هذا التفويض في كثير ناس خارج الجنوب وخارج الطائفة الشيعية، لأنه مش عايشين مع الجنوب. لكن أنا برجع لك، يا نحن عايشين ببلد واحد يا مش عايشين.
لك طيب بدك شو؟ طب هذا البلد الواحد ما عم يستشعر انه هناك في خطر توسعي من قبل الاسرائيلي على الجنوب؟ اذا اليوم الاسرائيلي يلي نحن عم خلينا نامن انا وياك بنظريه حل الدولتين، يا اخي اعطيك توصيف دقيق انا صغير شوي. نظريه حل الدولتين شو بتجي بتقول لك؟ دوله للفلسطينيين مش هيك، ودوله للاسرائيليين. عال دوله للفلسطينيين جزء منها هو غزه. اليوم الاسرائيلي كيف يفكر بغزه؟ بيعتبر انه هذه غزه له، بده يكب الفلسطينيين بالبحر وما بده اياهم. هاي خلصت خلصت اوكي. اليوم بالجنوب يمارس الإسرائيلي نفس الفعل، يعتبر أنه حلم عمره 30 سنة. واليوم مش حلم، اليوم قادة الجيش الإسرائيلي اليوم لازم نحكي شيء بس قادة الجيش الإسرائيلي اليوم هني قالوا نحن لدينا حلم بإعادة احتلال الجنوب وبناء مستوطنات. يا خي ما هو عم لك أنا بدي أتوسع. شو بدي أقلع بيحكي؟ خلي أقلع يا هلا يقلع والله ما يقلع. بس هو كان بيقول بعد الألفين تغير كل استاتيكو بالجنوب، ما تغيرت وجهة نظر الإسرائيلي اليهودي في غزة الجنوب، وجهة نظر وستبقى هذه الأرض ملكه. جورج خلي يحكي يا زلمة، أخطر ما يمكن أن يشهده الإسرائيلي أخطر ما يمكن أن تشهده إسرائيل أن تشهد فترة من السلم الداخلي. إسرائيل بنيت على العدائية لجيرانها وعلى بس هيدا افضل جواب شطبه، هيدا افضل جواب يعني بتوجه له اياه. بكي عزيزي هيدا مش للنقاش، هيدا اوعى تفكرني انه انا اذا 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 مش عم بهوبر انا ما عم بستفيد من هيدا الجو. انا عم هوبر انا عم لا لا انا عم بلفت النظر الى خطر كان لازم تحتسبه كل لحظه. صحيح. لذلك عم بقول لن يكون هناك سلام ولن يكون هناك اتفاق نهائي لا ما ينتهي هذا الدور الاسرائيلي ولا يا عزيزي يا عبدالله ترتيبات انت يا عبدالله ارجع على العقل الاسرائيلي. قال العقل الاسرائيلي يحلم. طيب فينا نحكي شغله لحظه فادي الاسرائيلي يحلم نقطه الضعف لا لا كلمه بس الحزب اسرائيل تحلم بحرب مع من تسميه ميليشيا وارهاب، اي مواجهه مع عسكري شرعي بالجيش اللبناني تستهيب اسرائيل. من هيك وقت قلت لك شاشة العدايسي مزحت فكرتي عم بمزح، لا مش عم بمزح. إسرائيل لا تهوى الحرب مع الشرعية. أي جيش شرعي أكبر مأصل لإلهم. بتحاول يعني حزب الله يعطي الذريعة لإسرائيل. من أحلى حرب إسرائيل لا تطمح الحروب إلا مع الميليشيات وجمعيات ضربها العالم وصفها بالإرهاب. استاذ انا بدي خلفك بهذا الموضوع بدليل اللي كل غزه حماس، كل الضفه الغربيه حماس. اليوم الضفه الغربيه ما هي الشرعيه اليوم وفق النظريه هلا الى الموضوع ثاني. اليوم الشرعيه اليوم كيف عم تمارس الاسرائيلي موضوع ثاني. الفلسطيني استغل على كل الجبهات، واستغل من العرب قبل اسرائيل، واستغل بعدين من طهران اكثر من العرب تيسبقوا. بالعكس طهران مدحته بالسلاح على حتى عظيم عظيم, عظيم. ما نتيجه هذا الجو اجى مين يقول لهم خذوا تسلحوا. لو ما كان موجود هذا هذا السلاح كان اجت اسرائيلات هذه مثل عملت بغزه مثل عملت بالضفه. لو رجعنا للتاريخ شوي لورا بس احكي عن الفلسطيني شو تعرض له عياد العرب قبل اسرائيل. قبل اسرائيل تفضل بال86 بحزيران 86 كنا بمهمة مع الله يرحم الوزير بهادي البساط عم نسلم رسالة من رئيس الجمهورية الشيخ حميد الجميل للرئيس التونسي زين حبيب بورقيبة. نحن هونيك بيجينا رسالة خلوكم يومين في رسالة خاصة لياسر عرفات من رئيس الجمهورية. انطرنا يومين وطلعنا عند ياسر عرفات، فتنا عم نسلم على الختيار برمنا هيك أنا عم نسلم عليه ضربت عيني على ورقة قدامه. قعدنا سلمنا الرسالة وحكينا وحكينا ونحن وفلي قلت له ما راح فل قبل ما اسالك سؤال تسمح هدي شوفي. قلت له في ورقه قدامك مكتوب عليها فوق صدام حسين حافظ الاسد معمر القذافي هالقاده العرب قبل ما نفوت نحن كنت قاعد عم تحكي معهم عم تعمل شي مشاورات مع القاده العرب؟ قال لي لا. قلت له بتسمح تخبرني يعني مسموح تخبرني؟ هلا بعد عم نحكي من 86 يعني. قال لي ايه انا رح اقول لك شو عم بيصير. كنا نحن قاعدين نحن والاخوان عم نحصي شهداء القضيه الفلسطينيه تنشوف قد ايه قتل الاسرائيلي وقد ايه قتل العرب. قلت له فينا نقول افترض في 100 شهيد قد ايه قتلين منه العرب؟ قال لي قتلين 93 العرب. المضمون مش بالشكل خبرية عمرها 30 سنة وذكرته فيها للرئيس محمود عباس بلقاء صار بال2009 بتونس وصواب للتاريخ بعتد. قال لي 8 حزيران 86 مش 6 حزيران. لذلك عم بقول اليوم أن تسمح
أن تسمح بكل 34 سنة نضال القضية الفلسطينية تأخذوا شرعية منظمة التحرير. جاي اليوم تقلي حماس بتمثل الشعب الفلسطيني، يعني بدك 40 سنة تتأخذ شرعية حماس؟ فوتوا على الضفة، فوتوا على منظمة التحرير، لعبوا داركم جوا وتوحدوا يا فلسطينيين. هيدي المقاومة الحقيقية، المقاومة الحقيقية لا بتمرق، لا كانت تمرق بجونية ولا رح تمرق بكحالة ولا رح تمرق بـ 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 بأي منطقة باللبنان، ولا بصابرة ولا بشتيلة ولا هاي المقاومة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية. واليوم أي جنة من ما يجري من 27 اليوم إذا ما أطفته القضية الفلسطينية هاي الخيانة العظمى. عم يحكي عن شغلة أساسية جدا، أنه المقاومة الفلسطينية وتحرير فلسطين لن يمر من لبنان. ما حدا قال أنه هو بده يمر من لبنان اليوم، لو بده يمر كان حزب الله عنوان مشروع، لكن الشعب اللبناني من لبنان يتحول دائما إلى ضحية في سبيل القضية الفلسطينية. يا أستاذ رد علي بهيدا المنطق يا عمي، بس حدا يجاوبني بهيدا المنطق، شو ذنب المواطن اللبناني إن كان بالجنوب أو بيروت أو في دولة دائما ما في دولة توسع اسمها إسرائيل. هذه هي مشكلتنا، بس تبطل هذه المشكلة موجودة صدقني بتحل كافة القضايا. اليوم من هو اللي عم شو عم نعمل لي لك اليوم المقاومة المقاومة نعم. ورأس المحور إيران حقا تريد إزالة هذه الدولة حتى نعيش بسلام بقى بهذه المنطقة؟ لك في وعد ديني تتمسك فيه جزء كبير من 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 هؤلاء اللبنانيون، بيقول انه نعم هناك تكليف وعد ديني تكليف دين. بانهاء هذا الوجود، وهذا الوجود اليوم هو اللي عامل كل هذه المشكلة. انت يا اخي اليوم في حدك دولة سلطانية هي برجع بقول لك والله يا اخي اليوم رجع انت من يحافظ على هذا الوعد، رجع للخطاب الاسرائيلي اليوم هو بيقول لك الايراني هو قال نحن لا نريد ازالة اسرائيل، وين الوعد؟ هو هذا الكلام نقل بالتجزئة عن حديث هو قاله. قال شيء مستحيل مستحيل، مش معناته إذا يعني نحن ليش دائما نركز ما بطل على قضايا هي بالأساس وعد ديني وبلبنان ما رح يصير في سلام إلا بعد إزالة إسرائيل. لكن أنت عم تقولي في جزء كبير كان من اللبنانيين ما بدهم المقاومة أو عندهم مشكلة مع هذه المقاومة، مع طب ما في فئة أخرى عندها وجهة نظر عكسية. مين الحكم؟ أنت اليوم كيف مين الحكم بالبلد؟ يجب أنه يكون الحكم هو الحوار بين كل هذه الأطراف. حوار شو؟ حوار على شو؟ هذا هو حوار على كل شيء، حوار حتى أنا بدك رأيي، حوار على أساس هذه الدولة كيف نشأت، حوار على الدستور. أنا مش عم أقول لك انتبه وجهة نظر، أنا مش جاي عبر عن وجهة نظر حزب الله، أنا عم أقول لك وجهة نظري أنا كعبد الله، أنه اليوم في مشكلة يعني أنت بهذه الدولة، بهذه التركيبة الموجودة بهذه الدولة، بهذه القوانين، بهذا الدستور، بهذه الآلية التي تتحكم في هذه الدولة. أنت اليوم يفترض تيجي تناقشها، جيت أنت تناقشتها بالطائف مزبوط، بس أنت ما وصلت لاتفاق، أنه وصلت لاتفاق بس وصلت لتطبيق. اليوم أنت تحتاج نحن لتطبيق بحاجة اليوم السيد جورج شكرا إلى أعطيتني أعطيت جواب على لما يراد لطاولة الحوار لانتخاب الرئيس. شو يعني طاولة الحوار بشكل عام؟ شو يعني حوار جلد. لكل شيء إلا الرئيس. لا ما هو الرئيس بيجي نتيجة كل شيء. لكن الحوار في اليوم أحلام، في أحلام، في كلام طلع بأيلول سنة 2020، هذه الكذبة اسمها مئوية لبنان الكبير، في كلام رايح بهذا الاتجاه، رايح باتجاه النظام والأدوار. إيه الطائف قال أنا عشت الطائف، في شخصيات مسيحية هي عم بتقول أدق أيام شخصيات مسيحية هي عم بتقول إذا المسيحيين بدهم يضلوا مش عم خلي يخفي. لذلك بنعزي اليوم من دعوة للحوار إنه هذا المطلوب، تغيير النظام، تغيير ليش انت ما بتاخذ بابا فيك تطمني بهالطريقة، ليش انت ما بتاخذ الأمور بطريقة إيجابية أكثر؟ الاتفاق على آليات روح مشي بالدستور، بهذا البلد مشي بالدستور، ما تترك البلد سنتين بلا رئيس جمهورية. ما ماشي انت بالدستور والبلد ولا رئيس جمهورية. الدستور بيقول لك قاطع الجلسات، الدستور وقت الأصر على التلتين. لكن الدستور بيقول لك انه انت رفض رئيس يعمل التلت المعطل. كيف شو في شيء مشترك؟ الدستور بيقول لك انت رفض فريق بحق له لكل فريق انه يرفض انتخاب هذا الفريق. كثير منيح، روح على الدستور بس روح على مجلس النواب. ما هي ما انت حضرتك عم تجاوب، ما في فريق آخر عم بيقول لك إذا في سليمان فرنجي مرشح أنا ما بدي روح. يا الله قديش بدنا ننطر زال على مجلس النواب، بدنا ننطر تنعمل للواحد وخمسين خمسة وستين لنا من بعد عشرة أيام بيصير الذكرى السنوية الأولى لآخر جلسة حوار، جلسة انتخاب، آخر جلسة انتخاب 14 حزيران.
شو ناطرين من 14 زين هلا؟ ناطرين حدا من المسيحيين يا القوات يا التيار يغير رأيه؟ ناطرين اللقاء الديمقراطي يغير رأيه؟ في عنا 51 صوت بدنا نعمل 65. مرجوعنا دائما يا أستاذ بهذا النقطة. هم من وين بدك تجيبهم؟ الفكرة اللبنانية الأساسية القائمة على التوازن. وإجت 27 والديمقراطية التوافقية. سكرت لك كل الطرق. أنا مع أنا مع إنه لا تفتح الأمور بطريقة أخرى. لا. انت هذه الديمقراطيه التوافقيه اللي ناشئه عندك بالبلد هي اللي وصلت لك بقى. لا لا روح هي الفكره خلي اليوم بده يزعم يعني نظام لازم يجي متفق على كافه الاركان. طيب خليه يكون نحن على مبدا ليك قال سمير فرنجيه كلمه حلوه رئيس التيار المرضى موقف كثير متقدم انا بالنسبه لي انه خلي الانتخاب الرئيسي يجي من الشعب شو هالحكي خلي ها شفت كيف نحن عم نحكي لا 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 كل دول العالم اليوم على مصداقيات واصوليات. طيب طيب هلا بدنا نعدل الدستور تنعم انتخاب من الشعب؟ لا حرام. انا بعرف من اي خلفيه عم بيقولها. واذا بنرجع موضوع العد يعني ونعد هذا ما بدنا نعد. لحظه شوي في شغله اساسيه جدا انطلاقا من يلي قاله كمان عبد الله الدعوي يلي قاله سليمان فرنجي وكمان الرئيس ميشيل عون قبل ما انتخب رئيس من 2016 قال فلننتخب من الشعب. طب ليش دائما ما نروح الى هذا المجال؟ امبارح كمان السيد حسن نصر الله ان غالبيه الشعب اللي يرفض جبهه الاسناد لغزه يا بنرجع منعد يا كل واحد يعرف حجم. لا لا بدنا نحطها باطاره نتركها باطاره. ليش؟ مش معناتها عم بيقول انه وقفنا العد او نحن اكثريه وانتم اقليه. مش هذا الموضوع حكي. مش هذا الموضوع. لا نحن ضمن اي نظام جورج؟ نحن ضمن اي نظام؟ نحن نظام ديمقراطي اجتماعي. نظام ديمقراطي توافقي وعم نعطله بالكيديه وعم نعطله ما في شيء اسمه تلت معطل من وقت اللي اخترعوا التلت المعطل كربج البلد. أوكي. كربج البلد. وانا وهون بلاك عبد الله رح احكيها بكل بساطه وبكل صدق. اذا بيبقى موقف الثنائي الشيعي على هذه الطريقه من موضوع الترشيح الانتخابات وانه ال51 اعلى من ال59 وانه ال27 نائب هن ميثاقيه شيعيه لا تناقش ولا يمكن ان تعطى الا ل سليمان فرنجي، مع انه انا حلمي يكون سليمان فرنجي رئيس جمهوريه ولكن مش بهذه الكونتكست اللي نحط فيه سليمان فرنجي. نحط ب باطار ما ممكن حدا يقدر يستوعب بقى. لذلك عم بقول اذا بقيت الثنائيه بلا هذا على هذا الموقف وما صار توافق على الشخص الثالث لا في رئيس. بتمرق امبارح من 10 ايام احتفلنا بالذكرى السنوية الثانية مرق نصف ولاية مجلس النواب بده يكون في عنده وزن بعد البلد. بخي الوزن بتجيبه بالتفاهمات. جبنا الرئيس القوي وصلنا. بعد في حدا بيقول لك انا بدي رئيس قوي بعد تجربة 6 سنين؟ عم تسمع حدا اليوم بيقول لك بدي رئيس قوي؟ بالنظرية الامريكية والرئيس القوي كمان له مقوماته ما توفر له شيء. بده رئيس عاقل مش رئيس القوي. شو عاقل؟ عاقل ايه اكيد عقله عاقل. ايه عقله مش عاقل يعني مش مجنون. ايه يعني وليش ما نروح على الرئيس العاقل؟ ما بدك تشوف من هو اللي عم يطرح نفسه اليوم. عبد الله في رئيس بيطعم بالضهر؟ في رئيس رح يقول لهم الحرب على حزب الله؟ في رئيس رح يجي يحكي بسلاح المقاومة بالقوة؟ في رئيس يمكن لا لا عم بحكي انا جيب لي من اي اسم كان في رئيس جمهورية خايف منه؟ في حد رح يطعم بالضهر؟ والا نحن رايحين على تجربه يعني لا اليوم الجيش السوداني والقوات الردع السريع. انت بتخاف اليوم من شخصيات قد يكون لديها التزامات بناء على كبر عالك اي التزامات منهم اليوم. اي التزامات اليوم من يغير؟ في عندك انت مرشحين خاضعين لتاثير امريكي ما وتطلب منهم الولايات المتحده وهم يعني بس تيجي تطرح انت بكره فكره الى علاقه بالعقوبات بتلاقيه بخاف. هذا كيفك تضمنه انت يا عزيزي وقت المفضل هوكشتاين ومبادرته على كل المبادرات الاخرى بشنتهم حدا غيرنا؟ حشتهم الضعفاء اللي متكلين عشو متكلين على الامريكان؟ يعني طبعا في جزء كبير وخي ما رايح انت تعمل اكبر اتفاق يعني مع الشيطان الاكبر. خلص بقى الايراني عم يطمح اتفاق مع الشيطان الاكبر ونحن عم نطمح لاتفاق مع الشيطان الاكبر. بعد عم نحكي عن امريكاني هلا انت شو تطمح اتفاق بغير دقيقه يعني الحرب ما زالت مستمره لا انتخاب رئيس في المدى المنظور. هلا موضوع انتخاب الرئيس له علاقه بالمشاورات الداخليه بالنسبه للحرب الداخلية. بالنسبه للحرب لا يبدو انه الامد طويل. نحن بانتظار كل فادي عم نعيش كل ساعه بساعتها بانتظار كل ساعه بساعتها بانتظار تلك اللحظه اي وحده. انا ليك عم انا وقت بفكر هيك بكون عم بكتب او بفكر بموضوع بقول اليوم التالي لخلو سده الرئاسه رح نحكي 24 ساعه بالانتخابات الرئاسيه فقط. رح تحكي 24 ساعه يعني نحن بانتظار شو
بس هذه ال 24 ساعة بكرة أو بعد سنة أو بعد سنتين ما بنعرفها. ربك العالمين. ليه؟ لأنه من الذي يمسك هذا المساء؟ لأنه الكربجة الداخلية معروفة حلا، نحن قاعدين عم نبرم هيك. أوكي. بنخبر ناس هيك. كله واضح مثل ما قلنا. طيب. هذا ستاتيكو. بانتظار شو؟ سلبي، بانتظار التفاهم الكبير يلي بيقول لك فلان، بس اللي بيطمن انه لن تكون هناك لا اتفاقية. مش كربجة داخلية يعني. لا لا في كربجة داخلية ثلاثة ارباع موجودة. مصطنع. مصطنع. مش الكل، مش الكل في حدا قادر يكربج، الباقيين مش قادرين عاجزين، والدليل عم بيسموا كل شهرين ثلاثة بيسموا مرشح تعدي اللي يعني المعارضة مش الكرب. لا لا بس شو. بس القدرة انك تستمر بهذا الخط. طيب. انا بدي اشكركم الصحفي جورج شاهين والصحفي عبد الله القمع. فيكم مشاهدينا تحت الحلقه، تابعونا بحلقات لاحقه. الى اللقاء، يعطيكم العافيه شباب.